قوم تعمل اشياء، احنا بشر خليهم مع ابوه. يا اختي ما ترجع يا بعيد. اهلا بيكم، حلقه النهارده عجباني جدا لان فيها درس، وانا في حاله من الحالات دي كنت شاهد عيان عليه. يعني انا كنت في يوم من الايام شاهد عيان على حاله زيها بالظبط، احكي لكم عليها. حاجه كوميدي مش ممكن، لكن حصلت قدامي انا ما كنتش متوقعها، بس حصلت لواحد، مش هقول لكم ده، واحد صديقي. عارف كلمه الانتيم؟ انا ما بحبش كلمه الانتيم على فكره، كلمه الانتيم بتضايق. عارف الصديق الصدوق ليا؟ حصلت معاه نفس المشكله دي. انا هحكي لكم اللي حصل، بس الصديق ما غلطش الغلطه دي، بس انا هقول لكم اللي حصل. ايه القضيه دي؟ حصلت في كفر الشيخ، والقضيه اللي انا بتاعه صديقي دي حصلت في محافظه بني سويف. خلينا في كفر الشيخ واقول لكم ازاي حصلت لصديقي في محافظه بني سويف. انا هقولها بسرعه لان عايز احكي لكم الحادثه اللي انا كنت شاهد عيان عليها. اصل انا عندي تجارب يا جماعه، والله العظيم يعني انا نفسي فعلا، والله العظيم انا الحاجه الوحيده اللي حزين عليها ان انا ما كتبتش من يوم ما اشتغلت، حتى من ايام كنت طالب، ولما كنت بدخل التشريح، واللي كنت بدخل المعامل، وكنت بستهوي قوي حته التشريح الجثث والحاجات دي، كنت احضرها حتى وانا طالب. وتعلمت كتير قوي، تعلمت كتير، وعندي خبرات. يعني انا لو كتبت التجارب اللي انا شفتها والقضايا اللي انا حضرتها والالغاز اللي انا شفتها، وتجاربي مع مديرين الامن وبالذات في اسيوط، وتجاربي مع مديرين الامن في حوادث معينه شفتها، وبعض الحوادث اللي هم تعرضوا لها. يعني كان ليا صديق كان مدير امن المنيا في وقت من الاوقات، مات في حادثه بشعه جدا، وسبحان الله كان قبلها بيكلمني، وكان راجع من المصيف ومات موته بشعه جدا. في حاجات سبحان الله، يعني تجارب عشتها وشفتها يا ريت نتعلم منها والله العظيم. هي صحيح اصابتني بحالات نفسيه، وانا بامانه محتاج فعلا علاج نفسي رهيب من اللي انا شفته. ايه اللي حصل في كفر الشيخ؟ عروسه اسمها ليلى وعريس اسمه ياسر، اتعرفوا على بعض وحبوا بعض واتجوزوا، ودارت الايام لمده كام سنه؟ 8 سنين. على فكره 8 سنين في الحياه الزوجيه مش كتير، 8 سنين يعني فتره بسيطه. طيب قاعدين في برج، ربنا كرمهم، اشتروا شقه ببرج جديد، البرج ده لسه ماسكنش، فكل دور 3 شقق. الدور اللي هم قاعدين فيه شقه هم قاعدين فيها، وشقه فاضيه، وشقه تاني مسكونه. يعني دلوقتي شقه من هنا وشقه من هنا، والشقه اللي في النص فاضيه. في يعني شيء طبيعي، اصل مصر كل شويه والتانيين بيخبطوا على الشقه يفرجوا ناس عليها وبتاع، لغايه ما جت واحده جميله جدا اسمها مروه من محافظه جنب محافظه كفر الشيخ. مروه شيك جدا، ستايل جدا، مش محجبه، برفانها البرفان بس اللي هي بتحطه، البرفان اللي هي بتحطه الناس بتشمه في الشقق وهي نازله من عربيتها، غير الشعر، غير البضيهات، غير يعني صراحه سيده فاضله محترمه مربيه، يعني نقدر نقول فيها كل المواصفات الست المحترمه، باستثناء ان هي متمدنه وحريه اكتر من اللازم، متحرره اكتر من اللازم. المهم دخلت الشقه، عجبتها الشقه، خدتها واشتريتها وقعدت فيها. ليلى وياسر الباب في الباب، لان هي جت قعدت في الشقه اللي في النص. فالصبح ليلى بتودع جوزها ياسر زي اي زوجه. على فكره في زوجات كتير بيبقى نايمين، كتير قوي بيبقى نايمين وجوزهم بيقوم يلبس ويفطر نفسه ويمشي، كتير قوي. وفي زوجات تاني بيقوموا مع جوزهم يفطروا جوزها الزوج ويودعوها على الباب. في ستات ده جوزها يعني تبوس جوزها وتودعه، ربنا يرزقك برزقنا، ربنا يبعد عنك ولاد الحرام، ربنا يوفقك، هتوحشني يا حبيبي. في زوجه كده حتى لو بتقولها من باب المجامله، اهي الزوج بيبقى نازل وهو مبسوط. وفي زوجه تاني جوزها وهو طالع ياكش ما ترجع يا بعيد، ده هي تاخدك انت وامك في اليوم اللي وجعت فيه، تبقى نايمه وتبطن في الكلام ده، جوزها بيبقى سامع. في زوجات كده كتير قوي، وعشان كده في الزوجات المصريه بيزعلوا مني من الموضوع ده، لان بقول حاجات هم عارفين انها بتحصل. الزوجه المصريه ممكن جوزها وهو ماشي، لو يجيني خبرك يا بعيد يا ابو تريلا 48 عجله يا رب تتمسح بيه الاسفلت، يا سلام لو يجيني خبره، ده كان يوم اسود يوم ما خد غور يا بعيد. ويبقى الزوج واقف على جنبه وسامع وما يعرفش. المهم ففي زوجات كتير من النوع ده، لكن ليلى من النوع اللي هي بتوصل جوزها لغايه الباب،
بتقبله بتبوسه وتقول له ربنا يوفاك وترجع لنا بالسلام وهتوحشنا عادي جدا. بيفتح الباب ويطلع. في الوقت ده بالصدفة صدقت ان مدام مروة خارجة من شقتها، فبيصبح على بعض، الزوج بيصبح عليها وهي بتصبح عليها. فالزوجة شو طبيعي لما تكون زوجة يعني مش موظفة وقاعدة في البيت، فبتقول لها اهلا بيكي والف مبروك على الشقة، هيطلع الله يبارك فيه، قالت لي انا جارتك في اي وقت يبقى تعالي وقعدي معايا اتسليني، اهو ياسر ماشي راح الشغل وسيبني لوحدي. فقالت لها والله طبعا النهاردة رايحة مشوار عند ماما، ولما ارجع بس انا هرجع تاني يوم لان مسافر في محافظة تاني، لما ارجع لازم اقعد معاك ونتعرف على بعض. شو طبيعي اي جرى كده يعني، واحنا عارفين الست بيحبوا اللك والعك ماشي ما علينا، واحدة قاعدة مش شغل مفيش شغلة ولا مشغلة، فشو طبيعي تروح لجارتها. فالمشكلة تاني يوم جارتها جات، فجوزها بتوضعه الصبح مشي، فالجارة خبطت على الباب اهلا بي اهلا الحمد لله على السلامة وازاي ودخلت، انت اسمك ايه؟ قالت لها انا اسمي ليلى متجوزه بقالي 8 سنين. وانت؟ قالت لها انا مروه. فين يا مروه؟ انا شايفك قاعده لوحدك يا مروه من ساعه ما جيتي الفرش جه وانت. قالت لهم والله انا مريت بظروف صعبه، كنت متجوزه وحصل خلاف مع زوجي فطلقنا وسبت له المحافظه كلها وسبت له اولادي وجيت خدت الشقه دي واتنقلت بشتغل في احدى الوظائف الحكوميه وطلبت نقلي علشان ابعد عن جوزي والخلافات اللي بيني وبين جوزي، وقاعده لوحدي ومستلطنه ومستريحه وسبت الولاد اولادك. قالت بقى الولاد بيعلم خليهم مع ابوه، انا ما صدقت تخلص من الصداع ده يغرب وشك وفي مواعيد كتير قوي كده بتفرش يلا. المهم كل يوم الزوج يطلع مروه تدخل عندي ليلى يقعد اليوم كله يرغوا يتكلم وحاجه وفي حاجه تقرب بقى ايه، الزوج يبقى المطبخ يضرب يقلب، الشقه تضرب تقلب، الزوج ما بيلاقيش الاكل في ميعاده، وهي كل همها تقعد مع جارتها ترغي، الشقه عايزه كنيس وعايزه مسيح وعايزه توضيب وجوز زوجها عايز مثلا لو في مكوى لو في اكل، لا 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 اهم حاجه تقعد تتكلم مع مروه ومروه تتكلم معاها. لغايه ما جوزها رجع فبتقول له على فكره مروه هتسهر معانا النهارده يا ريت ما تخرجش لان دي وحدانيه وملهاش حد، نسمع منها ونتكلم من باب المجامله. الله حاضر. طبعا مروه جايه ستايل بقى وشعر وبرفانات وبضيهات وخاصه ان الباب جنب الباب. فالزوج اول ما شاف مروه بالشكل ده، اي زوج يا جماعه بيعمل مقارنه بين مراته وبين الست اللي داخله دي، شايف واحده داخله برفان وستايل وشعر والبلوزه، وبعدين في ستات بقى ايه يبقى لابسين بقى البلوزات والزراير كده ايه بتبقى جايه من على الصدر عايزه تتفرتك، وقاعدين ويعملوا كده وبتاع، والزوج احنا بشر، الزوج قاعد يبص منبهر بالجمال ده وعجبته القعده وقعدوا للساعه 12 في الليل ونزل جاب مكسرات وبتاع ونورتنا وشرفتينا، وازاي تطلعي حد يطلع الجمال ده؟ وبعدين يضحكوا ومراته مش واخده بال ان الزوج منبهر بمروه. كله بعدين الزوج كل شويه مش هتخرج النهارده ليلى، بتقول لجوزها مش هتخرج؟ قال له والله ما عايز اخرج. بقول لك ايه؟ قالت له قال لما تجيبي مروه ونقعد زي امبارح والله العظيم قعدتها حلوه ودمها خفيف المخمل. قالت له والله فكره، كل يوم تجيب مروه يقعد يهزر ونسي اصحابه ونسي كل حاجه وقاعد مع مين؟ مع مروه اللي الكل، وكل شويه يقول لمراته ايه؟ ما تقومي تعملي شاي، ما تقومي تعملي قهوه، عايز ينفرد بمروه باي شكل. هي لاحظت ان هو فعلا معجب بيها وكل شويه يقول لها شاف ما البرفان، شاف تسريحه الشعر، شاف اللبس، شفت البلوزه، شفت الزرار اللي هتتفرتك من على الصدر. انا جات له انت بتبص لها ليه كده؟ عيب تبص لها كده، دي جارتنا ودي اختي تقريبا يعني احنا الاثنين بقى اصحاب جدا. قال لها يا عبيطه هو لو في حاجه بيني وبينها كنت اكلمك انت واقول لك كده؟ انا بقول لك ان هي بتعرف تغريني بعويطه، فاكراني لما بتلبسني كده وتعمل لي الزراير كده ان انا اهتم بيها؟ لا ده انت كل حياتي. قالت برضو انا خفت فابتديت اهتم، رحت عند الكوافير عملت شعري، ابتديت اهتم بلبسي. هو الزوج قال لها انت هتقلدي جارتك ولا ايه؟ قال لها بس انت جسمها الثانيه مدملك شويه انت رفيع. قالت لك ابتديت اكل بعد كنت ماشي على رجيم معين عشان جسمي يتملى كل ده عشان املى عين جوزي. لقيت جوزي ابتدى يتكلم في التليفون في اوقات كتيره جدا، ابتديت من باب الفضول ارن على صاحبتي على الموبايل عشان اشوف هو بيكلم مين. انا شكيت لقيت صاحبتي ويتنج، فعرفت ان هو بيكلم صاحبتي، فابتديت بقى اراب بقى صاحبتي خبط عليها اقول لها معلش ده جاي في ضيوف جاي النهارده. ابتدت صاحبتي تيجي تزورنا في اقول لها معلش والله ده ماما جايه وبوظف البيت ما فيش حته تقعد فيها، ابتدت تهرب منها. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قالت اللي حصل بعد كده رحت الشغل فبحكي لزمايلي بقول لهم والله ده حصل كذا وكذا وكذا وجوزي وبيعمل، وده ابتدى يبص الجار له يا عبيط ده انت البنت بتخرج من هنا هو بيرجع تاني عشان يقابل واحده مطلقه، وفكره الناس عن المطلقه والارمله فكره زي الزفت، مطلقه وارمله يعني ايه؟ يعني سهله، يعني ممكن اي حد يصيدها للاسف، ودي فكره انا بستغرب ليه
يعني الست ما تفرطش في عرضها وفي شرفها يا جماعه بسهوله. المهم قالت ابتديت اخاف فعلا، اتصلت بجوزي في الشغل ما رضيتش اتصل على الموبايل، كلمت واحد صاحبه قال لي ده جه مضى ومشي. قال لك اول ما جه مضى ومشي انا خفت، رحت مروح على البيت على طول، فتحت الباب بالمفتاح دخلت جريت لنفسي، جريت على اوضه النوم ما لقيتهمش، قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. طب ما ممكن يكون عند جارتي، ده ممكن يكون راح شقتها، جريت بسرعه خبط على جارتها ترد عليه مفيش حد بيرد، رجعت شقتها تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي قاعده سمعت الضحك في الحمام حمام شقتها، جريت تفتح الباب طلع مروه بتستحمى مع جوزها جوه البيت متجردين من كل الملابس. شفتوا المأساة؟ شفت الست هي نفسها قالت جارتي لقيتها في حمام شقتي مع جوزي، جارتي جات عشان تخطف جوزي، جارتي اتطلقت وجات عشان تخطف اي راجل ما صدقت لقت جوزي وخطفته مني. دخلت طبعا هيصت ولمت الناس وعملت محضر، لكن الفكره كلها واحده زي دي هتخاف ليه؟ لا بتاخد مقابل ولا لها سجل في الاداب، لا الزوج هيتحاكم ولا هي هتحاكم ولا اي شيء. وعشان كده انا اقول لكم بقى بسريعا كده عشان الوقت، ايه اللي حصل لصديق بني سويد؟ نفس الموضوع، واحده مطلقه وجوزها وصاحبي ومراته كل شويه يتخانق، مين اللي بيقوم بدور الصلح؟ الجار تيجي تصلح بينهم، ما تسيبهمش غير لما يبوسوا بعض وتوصلهم لاوضه النوم كمان وتضحك وتيجي ماشي. كل شويه يتخانق مع مراته هي تدخل تصالح، الزوجه تتخانق مع جوزها هي تدخل تصالح، ابتدت تعرف كل مشاكلهم، ابتدت تقول لجوزها ايه؟ والله مراتك دي الله يكون في عونك، ايه الخلافات دي؟ حد يلاقي واحد زيك دلوقتي موظف وكريم في بيتك وحنين وعطوف، ايه القرف ده؟ والله ابتدت تميل للزوج، الزوج ابتدى يميل ليها. ايه اللي حصل بعد كده؟ اتجوزوا. صديقي ده اتجوز من جارته بسبب ان الزوجه دخلت صديقتها بينهم. شيء طبيعي. شيء طبيعي اللي بيدخل للصلح بيبان ان هو ملاك. يا سلام عليك يا حبيبي، ده انت الف واحده يتمناك، ايه ده بتتلزع عليك، ايه مش حاسه بالنعمه اللي هي فيها؟ بالحنيه بيسيب مراته ويجي متجوز. دي تجارب مريره لازم نستفيد بيها يا جماعه، ما فيش ست عاله تدخل واحده بينها وبين جوزها، اهو حصل اللي حصل. وبعدين مين اللي خسران؟ الزوجة هي اللي بتخسر. يا ريت نتعلم من الدروس دي يا جماعه، لان الراجل بطبعه ضعيف ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.